ايه يا عم، تفكر لنا في مشروع حلو نعمله، عايزين نقض على وش الدنيا. انت عارف الحل في ايه؟ في الجواز. يا عم جواز ايه، انا بقول لك نقض وش الدنيا، تقول لي جواز؟ يا عم اسمع مني بس، انت عارف مرة كنت قاعد مع رجل اعمال عنده مصنع مكسر الدنيا والدنيا معاه شغالة زي الفل، مع انه من 30 سنة كان حتة موظف صغير. قال لي انت عارف الخير اللي انا فيه ده كله ده بفضل مين؟ ايه بفضل مين؟ قال لي كل العز ده سبب مراتي، كانت منكدة عليا حياتي وما كنتش بطيء اروح البيت وما كانش قدامي غير الشغل ليل ونهار. عارف لو كانت مهنياني كنت قعدت جنبها وما عملتش المصنع اللي انت شايفه ده.